طائرة عسكرية إيرانية سقطت صباح هذا اليوم بشكل مفاجئ وغامض للغاية، وسقوط هذه الطائرة هو جاء إلى طبعا شمال غرب إيران، تحديدا في هذه النقطة التي ترونها هنا كما ترون العاصمة الإيرانية طهران بهذا الاتجاه، هي محافظة أذربيجان الشرقية وتحديدا في مدينة تبريز سقطت هذه الطائرة العسكرية. وبالتالي إذا ما توجهنا إلى الفيديو الخاص وما تم تداوله من قبل التلفزيون الإيراني الرسمي وكذلك العديد من الوكالات الإيرانية، هذه الطائرة هي سقطت بهذا الشكل، وأدى سقوط هذه الطائرة إلى مقتل الطيار ومساعد الطيار بالإضافة إلى أحد المدنيين الموجودين في هذه المنطقة تحديدا، وبالتالي 3 قتلى بحسب ما أكده طبعا التلفزيون الإيراني الرسمي. وبالتالي سقوط هذه الطائرة هو كان بالقرب من إحدى صالات الرياضة تحديدا، وإنما هو سقط بالأحرى وسقطت هذه الطائرة على هذا المبنى الذي ترونه، وهو مبنى في حقيقة الأمر لإحدى المدارس التي هي مغلقة، وبالتالي كانت الإصابات أقل بكثير. لو كان هنالك أو هذه المدرسة كان هنالك دواما فيها لكانت الأمور مختلفة بكل تأكيد. الآن دعونا نلقي نظرة على إحدى اللقطات المهمة وإحدى الصور التي جاءت لهذا الحادث الهائل جدا لكي نتعرف على هذه المنطقة بشكل أدق. سنلاحظ من خلال هذه الصورة، سنلاحظ بأن هذا المبنى أولا بأنه مبني بطريقة مميزة ممكن تمييزه عن جميع المباني الأخرى الموجودة بهذا الشكل، كذلك نلاحظ أن هنالك غرفة موجودة في السطح بهذا الاتجاه، وهنا نحن أمام شارع كما هو واضح، وأيضا هنا في الوسط واضح جدا بأننا أمام الجناح والجناح الخلفي لهذه الطائرة في الوسط بهذا الاتجاه. الآن دعونا نذهب إلى الأقمار الصناعية وتحديدا إلى مدينة تبريز لكي نعرف هذه التفاصيل. هذه هي مدينة تبريز التي ترونها، وفي هذه النقطة دعونا نركز على هذه النقطة ونقترب منها قليلا لكي نلاحظ، وسنلاحظ بأننا فعلا أمام عدد من الملاعب الرياضية، وهذه طبعا بهذا الاتجاه واضح بأننا أمام ملعب، هنا ملعب آخر، هذه كلها ملاعب رياضية بهذا الاتجاه. دعونا نأخذ اللقطة من هذا الاتجاه، أي نقلب الصورة بهذه الطريقة لكي نتعرف أكثر على هذا المكان. هذه هي المنطقة، قلدنا الصورة بهذه الطريقة، دعونا نقترب من هذا المبنى بهذا الشكل، وسنلاحظ بأننا أمام نفس المعالم ونفس النقاط التي أشرنا عليها، وبالتالي هنا كما لاحظنا المبنى بالطريقة المميزة المبني بها طبعا بهذا الشكل، وكذلك هذه هي الغرفة التي تأتي طبعا مميزة في السطح بهذا الاتجاه. هذا هو الشارع الذي تحدثنا عنه، الطائرة واضح جناح الطائرة كان هنا، وبالتالي واضح بأن الطائرة سقطت بهذا الاتجاه، والمصور كان يصور من هذه النقطة تقريبا، وبالتالي هنا لدينا تأكيد كامل بأن الحادث هو تم، الحادث الغامض تم بهذه المنطقة. الآن إذا ما ابتعدنا قليلا من هذه المنطقة سنلاحظ أن هنالك أمرا مثيرا بأننا قريبين جدا من الحادث، الحادث هو تم طبعا هنا بهذا الاتجاه، أن هنا أمامنا طبعا بشكل مباشر هذا هو مطار تبريز الدولي. دعونا نأخذ صورة أوضح لكي نأخذ هذه الملاحظات وما جرى هنا، كيف للمطار أن يكون قريبا والحادث أيضا بهذا الاتجاه. النقطة الأساسية مع سقوط الطائرة بهذه المنطقة ووجود هذا المطار، فالمسافة تبعد عن المطار فقط 3 كيلومترا، ولكن سقوط الطائرة جاء بهذا الاتجاه كما وضحنا لكم قبل قليل، وهذا يوضح بأن الطيار عند حدوث الخلل الفني وعند معرفته بأن هنالك مشكلة في هذه الطائرة حاول قدر الإمكان بهذا الاتجاه أن يتجه إلى مطار تبريز الدولي، ولكن لم يحالفه الحظ وشاءت الأقدار وأن تسقط الطائرة طبعا بهذا الاتجاه، ووقع ما وقع صباح هذا اليوم بالنسبة لهذا الحادث. وطبعا هذه الطائرة التي سقطت كما تلاحظون هي من نوع طائرات F5، وهذه الطائرة صدق أو لا تصدق هي طائرة أساسا أمريكية، ولكن إيران حصلت عليها في السبعينيات قبل قيام الثورة في إيران في عام 1979، وهذه الطائرات كونها طائرات عسكرية حربية قديمة يستخدمها الجيش الإيراني في طبيعة الحال في عملية التدريبات، لذلك كان هنالك تدريبا واضحا بالنسبة لهذه الطائرة يجري وسقطت بهذا الشكل الذي
رأيناه، وقد يبدو هذا بالنسبة للبعض بأنه وكأنه حادث، وقد يكون كذلك بأنه حادث، ولكن المشكلة بأن ما جرى اليوم صباح هذا اليوم هو يأتي بعد أسبوع حافل من الانفجارات في الداخل الإيراني. الأسبوع الماضي لم يكن جيدا على الداخل الإيراني أبدا، بل إن واحدة من الانفجارات التي جاءت الأسبوع الماضي وتحديدا في 14 من فبراير الاثنين الماضي هو كان قبل 7 أيام من هذا الحادث الذي ترونه أمامكم، وهو تم في كرمانشاه وتحديدا إلى غرب كرمانشاه. كرمانشاه هي التي تقع طبعا جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران هنا، وهي قريبة من الحدود العراقية كما ترون هنا. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى هذه المنطقة التي نتحدث عنها ألا وهي محافظة كرمانشاه، والتي يأتي بهذا الاتجاه طبعا معسكر مهم أو قاعدة مهمة صاروخية باليستية تحت الجبال، وهي قاعدة كرمانشاه المعروفة. المنطقة التي تعرضت إلى الانفجار غرب كرمانشاه الأسبوع الماضي كما تحدثنا تأتي على مسافة 25 كيلومترا هنا من كرمانشاه بهذا الاتجاه إلى غرب كرمانشاه. طبعا دعونا نقترب من هذه النقطة بهذا الشكل الذي ترونه. هذه هي القاعدة، قد تبدو قاعدة عادية جدا فيها مدرج، وواضح بأننا أمام عدد من المباني هنا بهذا الاتجاه والتي تبدو وكأنها مخازن، ولكن دعونا نقترب من هذه البناية المميزة هنا بهذا الاتجاه لكي نلاحظ ما الذي تم تثبيته من خلال الأقمار الصناعية. لم تكن هنالك فيديوهات أبدا بسبب حساسية الموقف وأنه موقع عسكري بحت. هذا المبنى كما تلاحظون قبل أن يتم التفجير في 14 من فبراير، وجاءت التحديثات من الأقمار الصناعية بعد 4 أيام من 14 من فبراير من قبل شركة بلانت، والتي وضحت بأننا أمام انفجار هائل جرى في هذا المبنى الذي تلاحظونه، وهذا ما وثقته طبعا بلانت بهذا الشكل كما تلاحظون 18 من فبراير عام 2022. ونتحدث هنا عن مهادشت بيس، وهي قاعدة مهادشت التي هي طبعا تعتبر من القواعد المهمة. كيف عرفنا ذلك؟ من خلال هذا الفيديو. هنالك فيديو خاص بهذه القاعدة التي طبعا هي قاعدة مهمة للغاية. نلاحظ من خلال هذا الفيديو الخاص بالإيرانيين، سنلاحظ بأننا هنا أمام طائرة مسيرة، وهذه الطائرة المسيرة هي طائرة مسيرة معروفة، وهي تهبط على مدرج هذه القاعدة، وهي مهاجر 6 المعروفة طبعا بكل تأكيد. وهذه القاعدة طبعا تجري فيها العديد من التدريبات المتعلقة بالطائرة المسيرة، وبالتالي إذا ما لاحظنا من خلال هذه القطعة القادمة بالنسبة لهذا الفيديو يوضح بأننا أمام هذه المنطقة هي تابعة إلى الجيش الإيراني، وتحديدا إلى قيادة الجيش الإيراني في المنطقة الغربية طبعا، وبالتالي يسيطر عليها الجيش الإيراني. هذا هو المفروض من خلال هذه أو هذا الفيديو. ولكن النقطة الأساسية كما تلاحظون هنا ستأتي صورة أخرى مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها، وهي هذه الصورة لاجتماع طبعا يجري بهذا الاتجاه. هذا هو الاجتماع الذي كان حول هذه الطائرة ومراقبتهم للطائرة، ومن خلال التقرير الذي كانوا يصورونه سنلاحظ من خلال الرتبة الخاصة لهذا الجندي الذي ترونه هو تابع إلى الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هذه قد توضح بأن هذا المكان هو فيه مشاركة بين الطرفين، بين الجيش الإيراني وبين الحرس الثوري الإيراني. وعلى هذا الأساس هذا يوضح بأننا أمام نقطة مثيرة هنا، وكذلك أن هنالك تأكيدا لهذه المنطقة. لكي نتأكد فقط من أن هذه المنطقة فعلا هي المنطقة نفسها التي نتحدث عنها، سنلاحظ من هذه اللقطة الأخيرة لهذا الفيديو من البعد من هذه المسافة سنلاحظ بأننا أمام سلسلة جبلية هي تأتي بهذا الشكل تقريبا. هذا الجبل الأول، هذا الجبل الثاني، وهذا الجبل الثالث، وهذا هو المدرج ونهاية المدرج بهذا الاتجاه. دعونا نذهب لنقارن هذا الأمر مع الأقمار الصناعية لكي نتأكد فعلا بأننا أمام نفس هذه القاعدة التي نتحدث عنها الآن بالتوجه إلى الأقمار الصناعية بسرعة. سنلاحظ بأننا أمام نفس السلسلة الجبلية هنا، وبالتالي هذا هو الشكل الذي نراه، وبالتالي هم كانوا متوقفين تقريبا بهذا الاتجاه مع هذا المدرج. دعونا نبتعد قليلا وسنلاحظ بأننا أمام نفس هذه القاعدة تماما. هذا هو الاستهداف الذي كان بهذا الاتجاه، وهذه هي السلسلة الجبلية طبعا، وهذا هو المدرج الذي نتحدث عنه طبعا بكل تأكيد. هذه القضية هي مثيرة للغاية وفيها اتهامات كثيرة، هل هي حوادث عرضية أم أننا أمام عدد من الاستهدافات، وخاصة عندما نتحدث عن الأمور التي يلمح لها الإسرائيليون في الأوساط الإسرائيلية بشكل مباشر، خاصة عندما نتحدث عن هذه الطائرة التي سقطت صباح هذا اليوم، الطائرة العسكرية
المثير بالأمر قبل 24 ساعة تقريبا من الحادث، كانت هنالك أمورا يتداولها الإسرائيليون مثل إسرائيل ريدار بهذا الشكل، وهي تحدثت بأن إسرائيل تبحث عن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لكي تقوم بعدد من الهجمات في الداخل الإيراني ضد مثلا الصواريخ البالستية، ضد الأمور المتعلقة بالأمور النووية وغيرها. ولكن ليس واضحا بحسب هذه التغريدة ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت أم لا، وهذه طبعا تظل هي شبهات وأمور غامضة. ولكن واضح التلميحات كثيرة من قبل الإسرائيليين، ليس هنالك شيئا مؤكدا حول هذا الموضوع. هذه الأمور وهذه الأحداث منذ الأسبوع الماضي إلى سقوط هذه الطائرة اليوم، هي أيضا تأتي متزامنة مع اقتراب إيران من تحقيق نجاح كبير في المفاوضات النووية التي هي طبعا تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وصلنا إلى الساعات واللحظات الحاسمة من هذه المفاوضات، ونحن على وشك أن نسمع بانتهاء هذه المفاوضات. الأوساط الأمريكية سربت عددا من الأمور المتعلقة بما ممكن أن نتوقعه من اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. والاتفاق وما تتحدث عنه الأوساط الأمريكية بأن الاتفاق بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكون على أساس الاتفاق الأساسي كما هو منصوص عليه في عام 2015، وبالتالي إيران سنرفع عنك العقوبات، وكذلك يمكنك يا إيران أن تحافظي على أجهزة الطرد المركزية المتقدمة التي تقدمت فيها في الفترة الماضية، ولكن يجب أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي تسيطر وهي التي تشرف على هذه الأجهزة، ومسموح لكم أن تستخدمون أجهزة الـ IR-1 لتخصيب اليورانيوم. وهذه هي الأجهزة، هي طبعا من ضمن النص ومن ضمن الاتفاق الذي تم في عام 2015 في فترة إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. وبالتالي عليكم الآن أيضا تخفيض تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 3.67%، وبالتالي لن تتمكنوا من الوصول إلى القنبلة النووية. وبالتالي إيران بالنسبة إليها هذه صفقة تعتبر ناجحة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تمكنت من الخلاص من شبح العقوبات الأمريكية، رفعت عنها العقوبات، كذلك حافظوا على التقدم النووي الذي حققوه، وأيضا أنهم حافظوا على كل الأمور المتعلقة وسيحصلون على العديد من الاستثمارات في الداخل. أما بالنسبة لإدارة بايدن فهو نجح من وجهة نظره في منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية، وهذا يعتبره نجاحا، بل أنه أيضا هو سيكون ناجحا من خلال هذا الاتفاق بأنه سيكون هنالك مناقشات أخرى بعد الوصول إلى هذا الاتفاق لكي نتحدث، دعونا نتحدث عن الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في الشرق الأوسط، وكذلك عن الصواريخ البالستية لكي نصل إلى اتفاق معين. المشكلة بأن هنالك أطراف معترضة، وأكبر وأهم الأطراف المعترضة هي الحزب الجمهوري الأمريكي وكذلك إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل هي معترضة على هذا الاتفاق وبصوت عال من خلال الواشنطن بوست، من خلال موقع أكسيوس الأمريكي، هم منزعجون لسبب مهم، يعتقدون بأن هذا الاتفاق بما أنهم سيعودون بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيران كما تم النص وكما هو منصوص عليه في عام 2015 من دون تمديد المدة، والاتفاق أساسا هو مدته 10 سنوات فقط، معنى ذلك بقيت 2.5 سنين فقط على إيران لكي تنهي هذا الاتفاق النووي وتنتهي صلاحيته، وبالتالي هم يمتلكون أيضا الأدوات الكافية مثل أجهزة الطرد المركزية ولم تدمر من خلال هذا الاتفاق النووي. كانت تؤمل إسرائيل أن يتم تدمير هذه الأجهزة أو نقلها على الأقل إلى روسيا مثلا على سبيل المثال، وبالتالي إيران تمكنت الآن من خلال 2.5 سنين، وهذا ما تعتقده إسرائيل، أنها خلاص لن تلتزم بالاتفاق وتمتلك أجهزة الطرد المركزية الكافية المتقدمة، تستطيع رفع التخصيب إلى 90% بعد انتهاء هذا الاتفاق، وبعدها تصل إلى القنبلة النووية من دون أي مشاكل. وهي أيضا إسرائيل بالنسبة إليها تعتقد بأن هذا الاتفاق سيوفر أموال للفصائل المسلحة الموجودة في الشرق الأوسط، وكذلك بأن أيضا بالنسبة لإيران بالنسبة للصواريخ البالستية الخاصة بها هي ليست على عجالة في أمرها وليست مجبرة لمناقشة قضية الصواريخ البالستية أو حتى الفصائل المسلحة الخاصة بها، ولذلك تعتقد إسرائيل بأن الأمور ستكون خطيرة للغاية مع هذا الاتفاق
إذا ما تم بهذه الطريقة. وكذلك بالنسبة للحزب الجمهوري هو يتفق تماما مع هذه التفاصيل التي نتحدث عنها، ولكن الحزب الجمهوري هو يضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن ويقولون له بأن الكونغرس الأمريكي سيقف كعقبة أمامك يا جو بايدن إذا استمريت بهذا الوضع، وإن لم تراجع الكونغرس الأمريكي وفي حالة عدم مراجعتك للكونغرس الأمريكي فإن أي إدارة جمهورية في المستقبل سننسحب من الاتفاق النووي كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وليس هذا فحسب، بل إن بالنسبة للجمهوريين أيضا هم ترجموا رسالة أساسا وجهوها ما يقارب 200 من النواب الجمهوريين إلى جو بايدن يحذرونه على القضية التي ذكرتها لكم، وترجموها بشكل مباشر إلى إيران بأن عدم وجود موافقة من الكونغرس هذا الاتفاق سيعتبر ملغيا. وأبرز الأطراف الجمهورية المعترضة بشكل مباشر على هذا الاتفاق هم تيد كروز الجمهوري المخضرم طبعا والفاعل في الحزب الجمهوري، وكذلك أيضا جيمس ريش وهو كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي. بالنسبة لتيد كروز وجد ليس فقط العلامات والأمور التي ذكرناها، وإنما تيد كروز يجد بأن هذا الاتفاق النووي إذا ما عادت إليه الولايات المتحدة الأمريكية سيفتح السوق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيع المزيد من الأسلحة إلى الداخل الإيراني، وكذلك أن الصين ستكون قادرة على عملية التوسع بشكل أكبر من خلال إيران. واعتبر تيد كروز بأن هذه الأطراف هي تتعاون ضد الولايات المتحدة الأمريكية دائما، وبالتالي حتى مسألة مواجهة روسيا والصين ستكون في خطر كبير للغاية، وهذا أمر طبعا ثبته تيد كروز في الواشنطن فري بيكن مؤخرا، وهذا ما ثبته طبعا بالنسبة لهذه الصحيفة. الرئيس بايدن والمسؤولون في إدارته يسعون جاهدين لطمأنة روسيا والصين وإيران في وقت تتحالف فيه هذه البلدان مع بعضها البعض لتهديد المصالح الأمريكية. وهذه طبعا القضية أيضا تأتي من جهة أخرى بالنسبة إلى إيران، هنالك ليس فقط ضغط من الكونغرس الأمريكي على الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإنما أيضا ضغط من البرلمان الإيراني على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووضعوا الخطوط الحمراء مؤخرا لرئيسي، ووضعوا 6 خطوط حمراء، وواحدة من أهم الخطوط الحمراء هي أن عليك يا رئيسي إن عدت إلى هذه الاتفاقية النووية أن تضمن بشكل واضح عدم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال في المستقبل. وهنا تكمن المشكلة، المشكلة في الكونغرس الأمريكي، كيف لإبراهيم رئيسي أن يحل هذه المشكلة؟ ولذلك بعض التسريبات تتحدث بأن واحدة من الأمور والاتفاقيات التي ممكن أن نراها هو جعل مجلس الأمن الدولي هو الضامن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أي بما معنى في حالة قررت الولايات المتحدة الأمريكية مع أي إدارة كانت أن تنسحب من هذا الاتفاق النووي فيجب أن تكون هنالك مصادقة من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي يتخطون عقوبات وعقبة الكونغرس الأمريكي وتنجح هذه المفاوضات والاتفاقية النووية وينجح الرئيس الأمريكي جو بايدن في العودة إلى